رحم الله أبو الطيب المتنبي إذ قال شعره: قوم إذا مس النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب أصفعوا. كثير من الناس يحتاج أن يصفعوا في النعال، لماذا؟ لأنه خوفا على الحاجات أن تصفع به، فالنعال قضيته تسحق فيه النجاسات وتسحق فيه المياه العكرة وكثير من الأمور وتسحق فيه الأتربة، فالنعال لا قيمة له، وهو شأنه النجاسات، شأنه يعني دفع الضرر عن الرجل، فله أيضا الصفع على وجوه تلك الناس حتى لا تتوسخ يديك. إخوان الأعزاء، هناك بعض الناس، الكثير منهم ما نراه في المجتمع العراقي، أقسم بالله العلي العظيم، إذا مشى على النجاسة يسري بالنجاسة، لا تسري به النجاسة، أنجس من تلك النجاسة. وإذا وضعناه في خانة الخنازير لهجت منه وهربت تلك الخنازير، وإذ وضعناه بخانة الكلاب تشكو الكلاب منه وتقول: بأي ذنب ساويتوني مع هذا النجس. إخواني الأعزاء، أقسم بالله العلي العظيم، هذه الأتربة وتسليط الناس التي لا ترحم، وكثير من هذه المسميات التي عرقلت حياة الشعب العراقي، فوالله مستحقينها، نحن هذا استحقاقنا، وداحتك ولا نزعل على رب العالمين، هذا استحقاقنا، لو ما استحقاقنا ما سلط علينا هاي الناس. ولا اليوم تعال أقول لك، إنسان يكد ويشتغل ويحاول يحصل لقمة العيش من حلال، يجي ثاني ينصب عليه وياخذ مالاته بطريقة أو طريقة ثانية. خش أنت اللي تأخذ هذه الأموال، تأخذ هذه الأموال من هذا الشخص، ألا تخاف الله؟ بحجية ماذا؟ بحجية أنه أنت مصلح، بحجية أنت شنو، شيخ عشيرة من دول الجماعة الكلك. والله كثير ما رأيناه من هذه النماذج الفضائية العفنة التي لم يأتي لها مثيل. وماذا أقول عن صدام حسين؟ هل أترحم عليه؟ جعل أيضا في سودا في الأرض. ماذا أقول؟ أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل. والله إن اليوم أنا الآن الساعة 3 بالليل أتألم على شخص ما، أتألم ما جاي أنام، ما جاي والله ما جاي أنام، لأنه مسكين وطاح بإيد شلة تعبانة، ناس ما تخاف الله، جاي تزونه بقضية أموال وبقضية فلوس. لكن أنت قل اللي تبتزه وتأخذ منه الفلوس الأموال، ما تقول هذا عنده أطفال وراء أم وراء أب وأنت تريد تعيش أطفالك. صدقني أنت لو شوية تتريض، يا قد أحكيها بالقلم العريض، يا 56، لو شوية تتريض الله يجعل لك رزق بيعوفك. لكن أنت في بدايتها ابن حرام وتنتهي إلى الحرام وتموت وأنت محرم وحرام، إنسان خارج من طاعة الله وداخل في معصية الشيطان، ولا يهمك إلا شهوتك ومعدتك تملأها من حرام،
فلعنة الله عليك ولعنة الله على أمثالك من هذا اليوم إلى يوم الدين، يا آكل الربا وآكل الحرام.